ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فمصعب رضي الله عنه لما أقبل على الله صادقا أقبل الله تعالى عليه وملأ قلبه بنور الإيمان حتى أصبح الدين همه الأكبر، ووفقه الله لأن يكون على صغر سنه أول سفير للنبي صلى الله عليه وسلم، ووفقه لأن يهتدي على يديه كبار الأنصار كأسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهم من الأخيار رضي الله عنهم. ويستمر هذا الفتى المسلم الذي باع نفسه لله وتجاوز السفاسف التي يقعد عندها معظم الشباب ورفض أن تستعبده حياة النعومة والجاه والمال، يستمر هذا الفتى يستمر يتنفس الإسلام ليل نهار مشغولا بهمه الأعظم الذي في سبيله يهون كل هم ويذل كل صعب، يدعو إلى الله على بصيرة وهدى ونور، يعلم وينصح قدوة في ذاته مثالا في صفاته، لا يهدأ ولا يسر كأنما يحمل هم الدين كله لوحده، حتى أسلم على يديه أكثر أهل المدينة ودخل الإسلام كل بيت من بيوت الأنصار، ووفقه الله لأن ينجح في تهيئة المدينة ليوم الهجرة العظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنني يا بني لا أطلب منك أن تكون كمصعب، ولكنني أطلب منك أن تتأمل في سيرته في حياته في اهتماماته، فإن الله قد رفعه وأعلى ذكره من أجل ذلك، فانظر إلى سيرته وحاول بارك الله فيك أن تصلح من حالك، فكر في ذلك بجد. فمما يتردد أنك وأمثالك من الشباب تحبون التحدي، تحدي المألوف تحدي الصعاب، فلما لا تتحدى يا بني ما هو أصعب من ذلك كله؟ لما لا تتحدى أهواءك وشهواتك؟ لما لا تتحدى غفلتك؟ لما لا تتحدى كسلك عن طاعة الله؟ لما لا تتحدى ضعفك أمام المعصية؟ فهذا التحدي هو دليل قوتك ودليل رجولتك ودليل ذكائك وفطنتك، هذا هو التحدي الذي مارسه مصعب رضي الله عنه ومارسه جميع الصالحين الأخيار، وهو التحدي الذي يحبه الله، لا تحدي الأزياء والمظاهر والدراجات النارية والسرعات الجنونية وغيرها من الأمور المعهودة اليوم، لا، تريد أن تتحدى تعال، فهذا هو المجال، هذا هو المجال الصحيح الذي فيه فلاحك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عسى الله أن يعينك ويأخذ بيدك ويأخذ بيدك. وفي معركة أحد كان موعد مصعب مع الجنة، لقد أسند إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حمل الراية في تلك المعركة، وجدير به والله أن يحملها، فهو أول حامل لراية الدعوة في المدينة، ويشتد القتال ويخالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويغادرون مواقعهم في أعلى الجبل بعد أن رأوا المشركين ينسحبون منهزمين، لكن عملهم هذا حول النصر إلى هزيمة، ويفاجأ المسلمون بفرسان قريش تغشاهم من أعلى الجبل، ومزقت الفوضى والذعر صفوف المسلمين، فركز المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن ينالوا منه، وأدرك مصعب وبعض الصحابة ذلك فثبتوا ودافعوا عنه عليه الصلاة والسلام، وحمل مصعب اللواء عاليا وكبر ومضى يصول ويجول، وكل همه أن يشغل المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية المعركة وجد رضي الله عنه ضمن قافلة الشهداء، لقد جاد هذا الفتى الشهم بنفسه رخيصة في سبيل الله،
في سبيل إعلاء دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، كانت لحياة هذا الشاب على قصرها أكبر قيمة وأكبر معنى، وليس هو فحسب يا فتى الإسلام، لا، بل هو وبقية الشباب معه من الصحابة الذين كانوا في عمر الورد والذين لم يبلغ بعضهم 15 من عمره، كالزبير بن العوام وطلحة الخير وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. لقد تحملوا الجوع والعطش وهم محاصرون في شعب أبي طالب حتى جهدوا، فكانوا يأكلون ورق الشجر ولم يتجاوزوا سن 15 من أعمارهم. أما عمار بن ياسر وبلال بن رباح وخباب بن الأرس فقد لاقوا من العذاب ألوانا وهم صابرون، لا يغير ذلك من دينهم شيئا ولا من مبدئهم شيئا. الله أكبر. كان صغار الشباب يتسابقون على ساحات الجهاد كما يتسابق بعضنا اليوم على ساحات الملاعب وأماكن اللهو والترفيه. هل سمعت يا بني بشباب لم يبلغوا الحلم بعد؟ لم يبلغوا الحلم بعد أقول، يبكون لأنهم ردوا عن ساحات المعارك؟ هل سمعت بهم؟ وهل تغلب أمة هذا شأن صغارها؟ فما بالك بكبارها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رد في أحد وفي غزوة الخندق أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ 15. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وأجازهم كلهم يوم الخندق. وممن رد يومئذ سمرة ابن جندب ورافع ابن خديج أو خديج وهما ابنا 15، فقيل يا رسول الله إن رافعا رام فأجازه، فبكى سمرة كيف يشارك رافع في الجهاد وهو لا يشارك، فقيل يا رسول الله إن سمرة يصرع رافعا فأجازه. إن قصص البطولة عند أبناء هذه المرحلة لا تنتهي. يروي سعد ابن أبي وقاص أن أخاه عميرا الصغير كان يتوارى قبل أن يعرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر، فقلت ما لك يا أخي؟ فقال أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة. وبالفعل رده رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى بكى عمير فأجازه رسول الله. قال سعد كنت أعقد له حمائل سيفه من صغره، فقتل ببدر وهو ابن 16. قتله عمرو بن ود الذي كان من صناديد قريش. ماذا تقول يا بني؟ ماذا تقول في علي بن أبي طالب الذي تعلم التضحية وهو طفل صغير؟ ماذا تقول في حنظلة العريس الشاب الذي ترك عروسه ليلة عرسه استجابة لنداء الجهاد؟ ماذا تقول في أسامة بن زيد الذي قاد الجيوش وهو ابن 18 سنة؟ لم يسمهم رب العالمين شبابا على صغر سنهم، ولكنه سماهم رجالا لأنهم كانوا رجالا بالفعل. وصدق الله تعالى إذ يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ابن 16، نعم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى أي مات وغادر الدنيا باكرا أو غادرها شابا صغيرا لم يأخذ من أجره شيئا أي من المغانم من زينة الحياة الدنيا. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إدخر. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. لقد كانت حياة هذا الفتى مصعب ابن عمير عبرة لبقية الصحابة، تذكرهم بأكبر ما يمكن أن يخرج به الإنسان من هذه الدنيا، الإيمان والعمل الصالح. كانت حياته عبرة لمن؟ لأفضل من دب على وجه الأرض
من هذه الأمة بعد رسول الله الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بمن بعدهم؟ أليست حياته إذن درسا خالدا لجميع الأجيال القادمة؟ عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فنظر إلى الطعام موضوعا أمامه وقال: قتل مصعب بن عمير. كانت حياته درسا له، قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه حتى ترك الطعام. لم يكن بكاء عبد الرحمن حزنا أن لم يرى أخاه مصعبا مترفا، إنما هو بكاء الخشية من بعض مباح أن يكون حسنة معجلة تمنعه ما يرجوه من ربه من الخير الآجل يوم القيامة، كما أفصح به لسانه ونطقت به دموعه الحارة. تلك هي قلوب الصحابة، تلك هي قلوب الصحابة الكبير منهم والصغير، قلوب حية رقيقة خاشعة، قلوب لم يعمها ما صب على المسلمين من متاع الدنيا عن صفاء رؤيتها لزيف الدنيا وصدق الآخرة. ماذا تقول يا بني؟ أما أنا فأقول: إن الخير فيك كثير ولكنك تحجبه، والرجاء بعد الله فيك عظيم ولكنك تمنعه. فحتى متى؟ حتى متى يا ابن الإسلام؟ إن أمتك في انتظارك. أما علمت أنك أنت، نعم أنت، أنت الذي ستقيل عثرتها وتعيد أمجادها؟ قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أصلحني الله وإياك وبارك فيك وفي إخوانك المسلمين. يا ابن الكرام قف قليلا واسمع مني، بارك الله فيك، ربما يمنعك من الاستجابة للهداية وأخذها مأخذ الجد والتصميم الأكيد كبرياؤك، أو شبابك وقوتك وطول أملك، طول أملك الذي يبعدك عن التفكر في حقيقة الدنيا. انتبه، لا تفهم خطأ، فأنا لا أريد منك زهدا مقعدا ولا ابتعادا عن طيبات الحياة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ لا تفهم خطأ، فالدنيا أمامك، خذ منها ما شئت بالحلال. أعود وأقول: ربما يمنعك من الاستجابة للهداية وأخذها مأخذ الجد والتصميم الأكيد الخوف على مكانتك بين أصحابك وزملائك، أو تأثير الهداية على مظهرك، أو غير ذلك من الأسباب، كضعف إرادتك واستحكام شهوتك، أو اليأس من قبول التوبة مع ذلك الكم الهائل من المعاصي التي تعلمها في نفسك. كل هذه الأمور عقبات، عقبات صعبة ينفخ الشيطان فيها كثيرا ليضخمها في نظرك، لكنها يا بني قابلة للانهيار، قابلة، قابلة لذلك، لأن تتغلب عليها. فإني أكاد أجزم جزما أكيدا أنك تعلم صحة كلام من ينصح لك، وتعلم صدق محبته لك، سواء كان أبا رحيما أو أما مشفقة أو أستاذا صالحا أو زميلا مخلصا. أكاد أجزم أنك تعلم صحة كلامهم وصدق مشاعرهم، لكن أحيانا أيها الإبن العزيز، أحيانا يهرب الإنسان من الحقيقة الناصعة البياض، ألا توافقني؟ لكن لماذا يهرب؟ اعذرني إن قلت لك السبب، السبب هو فقدان روح التحدي، السبب هو العزيمة الخاوية، السبب هو أن الشجاعة الحقيقة غائبة. إن عالم التدين يا بني، أو ما يسمى عرفا بالالتزام بالدين، عالم مخيف في تصور كثير من الشباب، وبالتالي فإنه عالم يستدعي استثارة الإقدام والشجاعة والتحدي. فاقتحم بارك الله فيك، وانتصر على كيد الشيطان الضعيف، وارجع إلى هويتك، ارجع إلى أصلك، فأنت لست ابن الغرب الكافر،
فالغرب كله يمقتك ولو فعلت ما فعلت. أنت لست ممن يرفع رأسه بجورج ومايكل وجون بأزيائهم وأشكالهم، لا، ولا ممن يرفع رأسه بأشكال عصاة الفن العفن وأغانيهم، لا، والله لست كذلك، وإنما أنت ممن يرفع رأسه بدينه وبهدي نبيه. فإن الشجاعة كل الشجاعة في اختيار طريق نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هنا يكون الانتماء. إنني متأكد أنك تدرك إدراكا كاملا أن إقبالك على التدين خير لك من عدمه، تدرك ذلك إدراكا كاملا، لأن الله تعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ويقول سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لكن الإدراك لا يكفي ولا يغير من الواقع شيئا. الإدراك شيء، وجمع القلب عزما على العمل بمقتضى ذلك الإدراك شيء آخر تماما. هناك أغلال على القلب يا بني، أغلال تمنعه من التصميم والعزم على التغيير للأفضل. من هذه الأغلال المعاصي، المعاصي المزمنة، معاصي النظر، معاصي السمع، معاصي اللسان، معاصي اليدين، معاصي يحبها الشاب ويتلذذ بها ويظن أن لا لذة إلا بها. ولا ألومه، لأنه لم يذق غيرها، لأنه لم يفسح لنفسه، لم يدع لها فرصة لتجرب الطعم الآخر من الحياة، طعم الطاعة على حقيقتها. ألم تسأل نفسك يوما ما: لماذا لا أخشع في الصلاة؟ ألم تسأل نفسك يوما ما: لماذا أرى المصحف أمامي فلا أجد يداي تمتد إليه شوقا إلى تلاوته أو تدبره؟ إن المعصية لتقعد بالمرء عن الطاعة. هل تعلم هذه الحقيقة؟ بل تمنعه لذة العبادة التي ما تنعم متنعم بمثلها. إن المعاصي المزمنة يا بني أفسدت مذاق كثير من الشباب، فيحسبون ألا لذة إلا بها، بل إنها أفسدت تصورهم، حتى إنهم لا يعجبون من المهتدين، يعجبون من المهتدين، يتساءلون كيف يعيش هؤلاء، يقولون كيف يستمتعون بالحياة وهم لم ينفتحوا على عالم المتعة والحرية، كيف يحتملون الكبت والحرمان. نعم، هذا هو الحرمان في تصورهم، وليس هو الحرمان من روعة الخشوع، ليس هو الحرمان من لذة مناجاة المولى الكريم جل وعلا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا ما تفعله المعاصي بصاحبها، تفسد تصوره. يا ابن الكرام، هذه المعاصي، هذه الأغلال تستطيع فكها لو أردت، فتشجع وحاول، أو على الأقل فكر في طريقة لفكها. وهك بعض الطرق: أقبل على كتاب الله في خلوة من الناس، في خلوة من الناس، ليس معك إلا نفسك والله سبحانه وتعالى. أقبل عليه بقلبك وتأمل فيه، تأمل في كتاب الله، تأمل قبل فوات الأوان. طريق ثانية: راجع، راجع مدى ما تبنيه من أصحابك، هل يذكرونك بالله أم يغرقونك معهم في عالم الغفلة والمصير المجهول؟ ثم ابتعد عن الشر ما استطعت. طريق ثالثة: أكثر من الدعاء الصادق، أكثر منه، فإن نبيك يخبرك أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. جعلني الله وإياك من التائبين المقبولين، ووفقنا جميعا لسعادة الدنيا والآخرة. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح فاسدهم واهد ضالهم وثبت صالحهم. اللهم اجعلهم قرة عين لأمتهم، اللهم اجعلهم حماة لدينك وأعلي بهم راية الإسلام. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم أعمي أبصارهم وأفسد أفكارهم واجعل كيدهم بينهم ومزقهم كل ممزق. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين،
اللهم انصر مجاهديهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم واجبر كسر أراملهم وتفلاهم. اللهم من أرادهم بسوء أو أعان على ذلك فاجعل كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت سبحانك، فاجمع قلوبنا وقلوبهم على طاعتك وارفع عنهم البلاء وأيدهم بنصرك المبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء وميتين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.